السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأجدد التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، إنه نعم المولى ونعم النصير. ها نحن في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ها نحن في ثاني حلقات برنامج الشباب والعيد. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في أول فقرة من فقرات حلقة اليوم أخي وحبيبي في الله الشاب الذي أحسبه على خير والذي نظر حياته لخدمة الدعوة والذي أحسبه من الدعاء ولا أزكي على الله، أخي وحبيبي الشيخ محمد فتحي. أهلا وسهلا شيخ محمد. مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ محمد بفضل الله سبحانه وتعالى يمتاز بالصوت الجميل العذب في قراءة القرآن الكريم وفي الابتهالات والأنشيد الإسلامية كما سنسمع منه بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن دعونا كما تعودنا إننا بإذن الله تبارك وتعالى في أول فقرة نتكلم فيها عن وقفات بعد رمضان. بالأمس في أول حلقة تكلمنا عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعن الثبات بعد رمضان. النهاردة هنقف وقفة مع الإخلاص. كل واحد فينا يسأل نفسه بعد ما مضى رمضان وبعد ما مضى أول أيام عيد الفطر المبارك، يا ترى كل عمل أنت عملته خالص لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ اسأل نفسك هذا السؤال. العمل اللي انت عملته وتقربت به لله سبحانه وتعالى، عملته لله ولا عملته من اجل الناس؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. للاسف كتير من الشباب بنراهم في رمضان، ممكن تلاقي شاب مثلا يدخل المسجد يلاقي زملائه بيصلوا فيقول انا هصلي عشان يتقال عني ان انا بصلي، ما ينفعش اكون انا الوحيد اللي واقف ما بصليش. يدخل يلاقي مثلا مقرا للقران فما ينفعش مثلا يقول الناس كلها بتقرا، لازم اقرا عشان يتقال عني ان انا بقرا القران. يروح يصلي قيام الليل حتى يقال عنه انه يقيم الليل وهو لا يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وهذا امر خطير. للاسف من بين الثلاثه الذين يعني والعياذ بالله نسال الله يعني يعيذنا منهم الذين تسعر بهم النار، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به يوم القيامه فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرات القران يا رب ابتغاء وجهك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وقرات القران ليقال قارئ وقد قيل ثم امر به والعياذ بالله فيسحب على وجهه في النار. فاهم شيء تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، ما تشغلش نفسك بالناس، ما تشغلش نفسك بالمدحين، ما تشغلش نفسك بالذمين. فوالله لو اجتمع الناس كل الناس بالمدح فيك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الناس كل الناس بالذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. اعمل العمل لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كفانا. ما تشغلش نفسك بالناس، ما تشغلش نفسك بالدنيا. للأسف كتير من الناس هم الدنيا، هم الأموال، هم ثناء الناس، هم الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر أن تكون ممن قال الله فيهم سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله حسن. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. إذن لا تشغل نفسك بالدنيا، هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى، أهم شيء يكون عملك خالص لله سبحانه وتعالى، وأهم شيء يعينك على أنك تخلص عملك لله سبحانه وتعالى الاستعانة بالله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تذلل لله سبحانه وتعالى، تضرع لله سبحانه وتعالى. أحد العلماء كان أتى بطالب علم عنده فقال له: ماذا تفعل لو مررت على غنم من الأغنام فنبحك كلبها؟ يعني كلب حب إن هو مثلا يبعدك عن الغنم. فقال له: يا سيدي أدفع الكلب عني ما استطعت، أبعد الكلب عني. قال: فإن نبحك الثانية. قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثالثة. قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال الشيخ المعلم: ذاك أمر يطول، ولكن إن أردت المرور فاستعن بصاحب هذه الغنم يكف عنك كلبها. كذا استعن بالله سبحانه وتعالى يكف عنك كيد الشيطان، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. وكلنا نعلم حديث البطاقة، الرجل الذي يعني يؤتى به على رؤوس الخلائق ورؤوس الأشهاد ثم يعني يقول الله سبحانه وتعالى: أظلمك كتبت الحافظون، هل لك من عذر أو حسنة؟ فيقول: لا. فيقول له المولى سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، لا إله إلا بطاقة التوحيد، محمد رسول الله. فتوضع البطاقة فتسكل البطاقة مع الذنوب والأوزار التي عملها هذا الرجل. إذن أخي الحبيب، أهم شيء حتى لو عمل يسير، أي عمل تفعله لله سبحانه وتعالى أخلص نيتك، وأنت تتصدق على الفقراء والمساكين أخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا نريد أن نهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل عمله خالص لله سبحانه وتعالى. وهو من هو؟ هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف الكون منه السلامة، عرف الكون السلامة من إمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. عرف الكون السلام من إمام المرسلين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد الواصل بجنان، إن أهدى أبويه حنانا. من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد الواصل بجنان، إن أهدى أبويه حنانا. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. عرف الكون السلام من إمام المرسلين،
إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا، من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما ضاقا. من أوصى الدنيا مجتهدا لفقير يجلس منفردا، من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما ضاقا. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، عرف الكون السلام من إمام المرسلين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا، ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا. سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا، ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإخلاص في كل أعمال، وكان يحث الصحابة على أن يخلصوا في أعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب أيها الشاب، لابد أن تدرب نفسك على عمل السر في إخلاص. تيجي تتصدق يكون بينك وبين الفقير لا يطلع عليك أحد، لابد أن يكون معك يعني لك حال مع الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد. شوف الإمام بشر الحافي هذا العالم العابد الزاهد الورع التقي كان له حال مع الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأحد الرجال أراد أن يعلم يا ترى بشر الحافي وصل للمرتبة دي إزاي، وصل للمنزلة دي إزاي، فطلب منه أن هو يستضيفه عنده في البيت عدة أيام. في يوم من الأيام دخل الرجل على بشر الحافي، هو كان في غرفة مغلقة، فرأى بشر الحافي ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى دون أن يراه أحد. فنظر الرجل واطلع عليه الرجل، فسمع بشر الحافي يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أي عدم الشهرة أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئا. هكذا لابد أن يكون حالنا مع الله سبحانه وتعالى. فالرجل لما سمع هذه الكلمات بكى، فسمع بكاءه بشر الحافي وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعلم أن الرجل واقف ومطلع عليه وسمع هو بيقول إيه. فقال بشر الحافي: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا واقف، وأشار إلى الرجل، أن هذا واقف لما تكلمت. يريد أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، يريد أن يكون له حال مع الله عز وجل لا يطلع عليه أحد. هكذا لابد أن يكون عملنا مع الله سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. إذا حققت الإخلاص في جميع عباداتك، في جميع أقوالك، في جميع أعمالك، حتى في رمضان، ستسعد وستفرح في أيام عيد الفطر المبارك، فرح وسرور بعيد الفطر المبارك. برضا الله عنا تستقيم حياتنا، قد حملنا النفوس على طاعة وألجمنا هواها بدعاء، وألجمنا هواها بدعاء رحمة الله.
رحمة الله عمت علينا لا ترجعن من النعيم إلى الجحيم بذلة ترجو بها دينا وتنسى خالقا ترجو بها دينا وتنسى بها خالقا يرى منك الجميل يرى منك الجميل وآخر سيئا يا فرحة حلت بنا يا فرحة حلت بنا فرحة وسرور فرحة وسرور بعيدنا بهجة وحضور بقلوبنا طاقة لها أرواحنا أسعد الدنيا بسمت صالح أسعد الدنيا بسمت صالح نعدو من لجة أودت بنا يا يا الله حسنت ما شاء الله لك وتلي أسأل الله سعادة يبارك فيك يعني موفق مسدد دائما أخي الحبيب محمد فتحي. لذا أحبتي الكرام كما ذكرنا إذا نحرص على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ودرب نفسك على عمل السر في إخلاص انظر إلى بغي من بغايا زانية شقت كلبا فشكر الله لها فغفر الله لها سبحانه وتعالى شوف عمل يسير جدا إذا أخلص نيتك لله سبحانه وتعالى جل في علاه فالله عز وجل كما ذكرنا قبل ذلك أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا الله عز وجل يريد بنا الخير الله عز وجل لا يريد أن يعذبنا أصلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا هو الله سبحانه جل في علاه لو أتيته بذنوب أمثال الجبال لتاب عليك وقربك إليه وأبدل كل سيئاتك حسنات ما أعظمه ما أحلمه ما أرأفه ما أرأفه بعباده سبحانه القائل في محكم كتابه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس إن الله بكل شيء عليم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أحسن الظن بربك لا تيأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون استمعنا إلى
اناشيد عديده من حبيبنا يعني الشيخ محمد فتحي النشيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اوشكت هذه الفكره على الانتهاء، فنريد ان نختتمها بايضا نشيد او ابتهال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا في الكون نور المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لما بدا في الكون نور المصطفى نضجت ثمارنا قبل حينها بالشفا. لما بدا في الكون نور المصطفى نضجت ثمارنا قبل حينها بالشفا. ظل الحبيب يضيء أوراق الشجر ويضيق منا الزهر إن يوما هجر. للبيعة العصماء كنا شاهدين، جاء الكرام وعاهدوا طه الأمين. ويغار ضوء الشمس من أنوارنا إذ عنه تحجب ضوء نور حبيبنا. والجذع ضاق ببعد طه واستجار، فماذا يفعل المشتاق منا للجوار؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سعدت بك يا شيخ محمد في هذه الفكره الممتعه الطيبه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وان يجعلك من علماء الربانيين واولياء الصالحين وجند المخلصين، وكل عام والاسره الكريمه بخير وسعاده، كل عام انت لله اقرب وعلى طاعته ادوم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك ومن جميع المسلمين صالح الاعمال، انه نعم المولى ونعم النصير. لا يسعني في نهايه هذه الفكره الاولى من فكراتي ثاني حلقات برنامج الشباب والعيد الى ان اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيبي محمد فتحي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وانتظرونا بعد فاصل قصير والفكره الثانيه من فكرات برنامج الشباب والعيد مع فرسان الرحمه، مع شباب من الدعاء الذين نحسبهم على خير، نتكلم معهم ايضا باذن الله تبارك وتعالى عن حال الشباب بعد رمضان، حال الشباب بعد العيد، فانتظرونا بعد فاصل قصير. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. يملأ الحب سمانا مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة ألا فافرحوا يا مؤمنين. ها هي صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي، بالأمس القريب استقبلنا حبيبا وها نحن اليوم نودعه، وقبل أيام هل هلال رمضان واليوم تصرمت أيامه، فلئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأخلعتها أقدارا زائفة وبركات مزعومة وسعادة واهية، فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال، ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي ألهم أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم ربانيون لا رمضانيون. في هذه الحلقة يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفي العزيزين الإعلامي الكبير الأستاذ محمد السجيني، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا وشرفتنا. كل عام وأنت بخير يا حبيبي. كما يشرفني ويسعدنا أيضا في هذا اللقاء يكون ضيفي العزيز الإعلامي الحبيب القريب الدكتور محمد خالد، فأهلا ومرحبا بك. ربنا يكرمك، نورتنا وشرفتنا. ربنا يرضى عليك يا فضيلة. أسعدني وجودكم معنا في الحلقة لأول مرة يمكن نخرج بهذا الشكل على شاشة الرحمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب، وكل المشاهدين. الله يبارك لك دكتور محمد. بداية برنامج حياة عالم أطلت علينا من خلال شاشة الرحمة بهذا البرنامج، لو تكلمت معنا حول نبذة عن البرنامج وكيفية التحضير له.
أستاذ عمر، أولا يعني تسمح لي أن أنا أشكر حضرتك جدا على الفكرة نفسها، أنه إعلاميين ثلاثة وفي قناة واحدة قناة الرحمة بيطلوا على المشاهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الإطلالة إطلالة يعني خفيفة الظل وليس ثقيلة على المشاهد إن شاء الله بإذن الله. وأنا أشرف جدا جدا بلقاء أخويا الأصغر عمر الله يبارك له فقط الحنبلي للمرة الأولى على الشاشة، كما أشرف للمرة الثانية بالإطلالة الجميلة لأخي الحبيب الدكتور محمد خالد الله يرضى عليك. والمناسبة مناسبة جميلة جدا، مناسبة العيد، كل عام وحضراتكم بألف خير يا رب. يا رب يعني دائما نتجمع على خير ونجتمع دائما في محبة الله سبحانه وتعالى. بس اسمح لي أستاذ عمر قبل ما أبدأ في البرنامج عن حياة عالم، ان انا بس اهني حضرتك واهني الدكتور محمد خالد واهني ابنائي في القناة كلهم وكل اعضاء وكل العاملين في قناة الرحمة، وبهني اهل مصر جميعا والعرب والمسلمين في كل مكان بعيد الفطر المبارك، كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عيدا سعيدا طيبا مباركا علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين. وتسمح لي برضو أن أنا يعني أهدي حضرتك هذه الأبيات، وهي لمولانا وأستاذنا الشيخ أبو بكر الحنبلي الذي نتعلم منه كثيرا دكتور جليل. فهي الأبيات لمولانا ممثلة في عمر يعني أخويا الحبيب الصغير. وبقول لك يا دكتور برضو إن شاء الله يعني حضرتك لسه جاي مصر قريب، فبإذن الله نجتمع في بيوتنا بإذن الله تعالى في يعني علاقة أسرية بتجمعني بينه وبين عمر. وذهبت إلى بيتي كثيرا وحضرت عرسه وهو حضر إلى بيتي. طبعا الحمد لله. طب كان عامل اكل طيب ولا لا؟ اكل طيب، ده هم كرمه جدا، اهل اسكندريه كرمه. والدكتور والشيخ يعني ابو بكر، انا 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 بيتت ليله كامله يبقى اكيد في اعاده وفي احتفاليه بقى طبعا شارك في الاعاده والاحتفاليه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. فهي الابيات يعني اهديها بتواضع لاستاذي وحبيبي فضيله الشيخ ابو بكر الحنبلي، وبقول له كل عام وانت بخير، وبقولها لي أخي الحبيب عمر وحضرتك يا دكتور محمد. وحنبلي له في العلم مكرمة، إذا ابتغيت التقى بالعلم أفتاك. جل الإله الذي بالحسن أبدعه، تراه يبسم دوما في محياك، وينشر الورد في البستان رائحة، ويقطف الزهر ألوانا لرؤياك. إذا رضيت أبا بكر لكم حكما، أقام بالحق ميزانا لأخراك. وإن سألت العلا فالدين مسلكه، وشرعة الله قد أحيا وحياك. وبرضو تسمح لي أستاذ عمر باعتبارك مقدم الحلقة، أنت رئيسنا النهاردة وأنت سيمارس سلطاته إن شاء الله طبعا. فإذا تسمح لي هذه الكلمات أيضا لأخي الحبيب الدكتور محمد خالد. لن أقبل طالما سأمارس سلطاتي لن أقبل يعني قرأتها عليه في برنامجي الذي تشرفت جدا باستضافتك. شرف البرنامج ومقدمه حبيبي، بارك الله فيك وربنا يجمعنا الخير دائما يا رب. يا رب يا رب. بقول للدكتور محمد، أشرقت بدرا في القناة منيرة، وازداد حبك بالفؤاد كثيرا. حياك ربك يا محمد أينما حلت خطاك فصيرتك أميرا. ما زلت تبتسم ابتسامة مؤمن، تلقى أخاك بشاشة وعبيرا. إن كان ربك قد حباك عطية فانعم بها، فانعم بها واستقبل التيسير. يا ابن الأصول ومن سلالة خالد، للعلم دوما قد غدوت نصيرا. قد ذقت طعما للعبادة سائغا، فانصاع قلبك للعظيم أسيرا. آمنت بالله الكريم عقيدة، نعم العقيدة قد أتتك صغيرة،
واخترت دين الله فيه سعادة أعظم بأحمد هاديا وبشيرا. إن شاء الله يا سلام. جزاك الله خير. الله يكرمك يا حبيبي. أبيات رائعة. إن شاء الله يعني علشان ما أخدش وقت أخويا الدكتور محمد أجاوب على حضرتك سؤالي بعد الدكتور محمد إن شاء الله. لا براحتك أنا مستمتع. إذا تسمح لا معلش. إذا تسمح لي. يعني وهل لنا أن نترك حياة العلماء؟ هنتكلم عنها إن شاء الله. أنا أستمتع بصدق. بعد حضرتك. وخيرك علينا والله. هتكلم عنك. الله يخليك. تفضل يا سلام. براس وقدوة طيبة يعني. الله يكرمك. وحياة العلماء أنا كنت من المتابعين له. ما شاء الله يكرمك بارك الله. صلاة وجل. أتكلم أنا عن حياة العلماء. الله يكرمك. الله يكرمك. تلبية لرغبة الدكتور محمد خالد. إحنا عايزين نقول إن القنوات الفضائية في رمضان تهافتت على عرض كثير من التراجم وجوانب الحياة الشخصية للفنانين ولاعبي الكرة. صحيح. وأصبح الناس الآن مشغولين بالبحث عن الجوانب الحياتية في حياة الفنانين. وغفلنا نحن وكثير من الناس عن عرض تراجم علمائنا المعاصرين. لذا كان حياة عالم. طيب برضو مدام حضرتك أصريت بعد إذن الأخوي الحبيب الدكتور الله يرفع محمد قدرك. نستمتع. هي الحقيقة فكرة حياة عالم مستمدة من الأستاذ محمود حسان، يعني موفق في حاجة، وأنا قلت له وقلت لأخويا حسن قلت له سبحان الله أنتوا موفقين في اختيار الشخص المناسب للبرنامج المناسب أو للعمل المناسب، يعني عندهم نظرة إعلامية ثاقبة بفضل الله تبارك وتعالى اكتسبوها خلال عملهم بالإعلام، فقلت لهم هذا الكلام. فأنا من أول ما ابتدت في القناة 2007 اشتغلت في فكرة الإعلام، والحمد لله أعلام الأمة زي ما تقول يعني تخصصت فيها، يعني إلى حد ما ابتديت أقرأ، وإن شاء الله عندي نية بإذن الله، بس أرجو أن يعني الناس تساعدني في نشرها. عندي نية أن أنا يعني أعمل سلسلة كتب ممتاز عن أعلام الأمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعندي المادة مادة غزيرة جدا جدا رائع. منذ بدأت أعلام الأمة، فزي ما تقول أنا مش اتحطيت في هذا الإطار، طبعا غلط أن إعلام يتحط في إطار واحد، لكن أنا زي ما تقول يعني أصبحت متخصص في هذا الأمر. جميل. موضوع الإعلام. ففكرة حياة عالم مستمدة من أعلام الأمة. طب حضرتك تكلمت في بداية ظهورك على قناة الرحمة على أعلام الأمة من بداية الأئمة بقى. الشافعي وأحمد بن حنبل وحنيفة إلى غير ذلك من الأئمة القدامى. ثم أتيت بعد ذلك مؤخرا إلى الأئمة المعاصرين. أيهما وجدت أقرب للمشاهد يعني؟ نعم والله هو الإعلامي زي الشاعر، زي موضوع زي شوف ورقي قدامي دول أبنائي وبناتي، حلقاتي أيضا هي أبنائي وبناتي، بمعنى إنه دائما يعني العمل الذي أقدمه أعتز به، لأني لا أقدم عملا إلا إذا كنت مقتنعا به. وأنا على الشاشة، على هذه الشاشة الطيبة المباركة، قلت للناس على الهواء وقلت للناس أيضا في البرامج المسجلة، حتى ضيوفي لا أختار ضيفا إلا إذا كنت أحبه. يعني آه. لكن يخشى عليك أنك تحكم المعيار الشخصي في الاختيار ولا لا يا دكتور؟ لا أبدا أبدا، يعني وذوقك رفيع أصلا يعني. الله لا نشك فيه. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. فأنا فعلا يعني بالنسبة لسلسلة أعلام الأمة هي بدأت بتسلسل، يعني ابتدينا بالصحابة الأجلاء، وبعدين هو سيدنا الشيخ محمد حسان عنده سلسلة أئمة الهدى. صحيح. فأنا حاولت أن أتجنب الصحابة الأجلاء الذين تناولهم الشيخ في برنامجه، لأنه يعاد كثيرا والناس يعني أصبحت متابعة له وحتى على الفيسبوك والإنترنت، فحاولت أن أتجنب كبار الصحابة المشاهير الصحابة، وفتشت في الكتب، طبعا عندي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي بأجزائه، وعندي كتب أخرى بتتحدث عن الأعلام كثيرة طبعا لابن كثير وغيره موجودة في مكتبتي الحمد لله. فأخذت أنقب عن الصحابة الأجلاء الذين لا يتم تداولهم دائما بين العلماء. رائع. جميل. يعني زي مثلا سيدنا خباب بن الأرت
نعم. مثلا هتلاقي اسمه غريب على المشاهد او كثير من الناس. انا تناولت حياته بفضل الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى بعد ذلك تناولنا سير مجموعة من السلف، ومنهم مثلا الأئمة الأربعة الحنبل وأبو حنيفة والأئمة الأربعة والشافعي ومالك، فتناولناهم. تناولنا أيضا بالترتيب كده أيضا التابعين وتابعي التابعين، يعني خدنا فقهاء المدينة السبعة، وبعدين بحثت ونقبت وكده فوجدت فقهاء المدينة العشرة، فابتديت أتناول فقهاء المدينة طبعا على رأسهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وسفيان بن عيينة، ومش عايز يعني أقولهم لأن الكلام ده موجود كله على الإنترنت. ثم بعد ذلك تناولت العلماء المعاصرين، فأخذت مجموعة من علماء الأزهر الأفاضل الكرام زي الشيخ مثلا محمد متولي الشعراوي، الدكتور عبد الله شحاتة وغيرهم من وضم أكثر الحلقات رواجا وانتشارا. حلقات الشيخ كشك والشيخ الشعراوي، الشيخ كشك أيضا الشيخ كشك. فتيجي بقى على حياة عالم، هي حياة عالم الابن الوليد لأعلام الأمة. لكن سؤالي هنا لم تجاوب عليه للآن. نعم طبعا. أيهما وجدته أكثر قربا للمشاهد، حياة العلماء المعاصرين من العلماء القدامى؟ طيب أنا هقول لحضرتك برضو، أنا هزود حاجة كمان، أنا حاول ما تهربش منها عشان فايق. هزود حاجة هزود حاجة كمان أنا وصلت لها، وهي أنه أنا وجدت، لا ده أنا هجاوب، ده سؤالك مهم جدا. وجدت حاجة مهمة، أنه قراء القرآن الكريم مشاهير القراء لهم في قلوب الناس محبة خاصة، ولهم جمهور واسع جدا. والله يا أستاذ عمر دكتور محمد، نعم. لهم محبة في قلوب الناس، ولهم جمهور واسع جدا، ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي كله والعالم الإسلامي. ووجدت الحقيقة يعني البرنامج لاقى رواجا وانتشارا كبيرا جدا بعد أن تناولنا حياة الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ حمد الزامل، الشيخ شكر البرعي، المشايخ الشيخ محمد رفعت. مش عايز اقول لك يعني بدايه كنت مركز على المشاهير ثم تجاوزت ذلك الى غير المشاهير، كان دينية مبيتها ولا؟ والله لا، والله هو ضمن التسلسل ايضا. نعم. ضمن التسلسل ايضا، يعني مثلا في عالم ليس مشهورا، كويس قوي الأسئلة جميلة الله يكرمك، هو الحديث يأخذ بعضه يعني فعلا، يعني أنا أمامي مثلا داعية غير مشهور، ما ذنب هذا الداعية إذا أوتي يعني كل مقومات الداعية، ما ذنبه أن يكون مغمورا؟ يعني إذا كان هناك قارئ وفي مقومات القارئ حتى وإن لم ينتسب إلى الإذاعة والتلفزيون، ما ذنبه ولديه المقومات؟ يعني مثلا بالنسبة للداعية لديه اللغة الفصيحة، ولديه العلم، ولديه القرآن، ولديه السنة، ولديه كل شيء، ولديه الحجة، ولديه الوجه، ولديه الهيئة، ولديه سمت العلماء، لماذا لا يقدم؟ وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات وأبناء وبناتي، إنه أنا أحب أن يكبر بي الناس. رائع. أنا أحب أن يكبر بي الناس. يعني أحب إني أقدم حد للناس. جميل. وأكبره. جميل. ويقولوا إن ده المشكلة اللي محمد الدين نعاني منها الآن. إن الفكرة إن حتى في القراء وفي الدعاء عبر وسائل الإعلام عادي يحكم الأمر مش الكفاءة بس، الكفاءة وبجانبها الوسطى. تمام. خصوصا في القراء وإذاعة القرآن، ومعروف هذا الأمر. تمام. هو الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى أنا عندي يعني الله سبحانه وتعالى يعني أعطاني البصيرة، بحيث أن عندي مبادئ يعني علوم التجويد. نعم. أنا قرأتها وحفظتها وإحنا صغار يعني، ونحن صغار أيضا وكنا في الكتاب علمناها، وبعد أن كبرنا والحمد لله بدأنا نقرأ في علوم التجويد والفنون المختلفة، حتى موضوع المقامات أصبح لدي علم به، وهو له فيه كلام كثير بالنسبة هل يطوع المقام للقرآن أم القرآن للمقام، فيه بحث
كبير وطويل. ولذلك أنا عندي يعني عادة أحمد الله عليها لما يكون في ضيف هو مثلا قدم نفسه لي. الله يا دكتور. نعم. أستاذ عمر ضيف قدم نفسه لي يعني خد تليفوني من القناة واتصل بي قال لي يا أستاذ محمد أنا الداعية فلان الفلاني وكده، فأقول له أقول له فضلتك عندك حاجة على اليوتيوب ممكن أشوفها مثلا، يقول لي فأنا أبحث على اليوتيوب الأول بعمل له زي كشف هيئة تمام فشوف إذا كان يصلح للشاشة أستضيفه، إذا لم يكن يصلح أنا بأسلوب مؤدب جدا ما أقولوش أنت غير صالح، وإنما بأسلوب مؤدب ومهذب جدا جدا يعني أفهمه أنه إن شاء الله بإذن الله سيأتي دورك وإن عنده ضيوف كثيرون وكذا. قارئ برضو أنا إذا لديه على اليوتيوب قراءة أسمع هذه القراءة وأنا أفهم في القراءة فضل الله، قراءاته سليمة، حروفه سليمة، أحكامه سليمة، صوته محبوب ممكن يكون محبوب للجمهور، لا بأس أن أقدمه إذا كان يستحق التقديم، وبالعكس أنا ممكن في هذه الحالة أفضله على قارئ مشهور أو على عالم مشهور، يعني زي ما قلت لحضرتك أنا أحب أن يكبر الناس بي. كلام جميل. وهذا سأعود التواصل معك مرة والله أنا عايز أسمع بقى الدكتور محمد أنا اشتقت لسماع الدكتور محمد أنا أمتعت مشاهدي الرحمة في شهر رمضان ببرنامجين، كان أولها برنامج جوامع الكلم مع شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسان. فكرة البرنامج بداية فكرة البرنامج كثرة الهجوم الشديد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشبهات الكثيرة التي أثيرت حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. هذه الدائرة التي يحاول أصحابها أن ينصفوا السنة، ينصفوا كتب السنة، ينصفوا كتب الصحاح، سواء بالطعن في أصحابها، بالطعن على رواة الأحاديث فيها، بالتشكيك في بعض الأحاديث التي جاءت فيها، وبالجملة التشكيك والشبهات التي دارت حول السنة. فأردت أن أثبت لهؤلاء ولغيرهم أن السنة كنز ثمين لم يستغل بعد في الأمة الإسلامية حتى. يعني البرنامج يا دكتور محمد معلش المقاطعة بيكون بتشاور بينك وبين الشيخ في إعداده، ولا حضرتك عددت البرنامج ثم عرضته على الشيخ؟ والله شوف الشيخ محمد حسان يعني هو رجل عالم، وأنا يعني تعودت منه دائما هو بحر أنا أنزل فيه وأغرف كيف ما شئت وقت ما شئت وحال ما شئت. صحيح. هو الرجل لا يحتاج إلى إعداد ولا يحتاج إلى شيء، أما الحديث البرنامج واللقاءات هكذا تكون هكذا. هي ولدها هكذا، هو ما شاء الله عليه يعني بحر من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الكثير وحفظ المتون وحفظ الشواهد، وهذا ما يجعلنا يعني فينا جرأة في الحديث معه. فلا نهاب ذلك مطلقا، وما شاء الله عليه مجتهد في كل وقت. أخبار حضرتك وهو جاهز ومستعد. ما شاء الله عليه، ربنا يزيد، وهذه نعمة من الله عز وجل وفضل، هو أهل له. رجل يستحق، وإن الله سبحانه وتعالى يستعمله ولا يستبدل. وهذا ما جرأنا عليه في حتى من خلال السلسلة التي قدمت معه، سواء كانت إن عاملون أو وذلك أن هذا السؤال أسأل لك إن عاملون والفتنة وجوامع الكلم أيهما أقرب، أيهم أقرب إلى قلبك؟ والله كلهم يعني حقيقة كلهم والأقرب إلى قلب الشيخ الدكتور محمد حسام طبعا إن شاء الله بما لديهم من علم كلهم، لأن كلهم كان كل واحد له بصمة وله مذاقه وله وقته وله ضروبه وله ملابساته وله أهدافه وله اتجاهاته وله الشريحة المستهدفة من خلالي، فكلهم عندي. أنا أعتبر أن البرنامج بالنسبة لي ابن لي إن شاء الله، هذا البرنامج عندي هو ابني. نعم. شاء الله. بالمناسبة أفرح جدا مع أول حلقة وأكون حزينا جدا مع آخر حلقة إن شاء الله، وكأني أودعه يعني. تتعايش لكن مع البرنامج جدا. نعم. جدا جدا. الأمر الثاني، أنا حينما أتكلم مع الشيخ محمد حسان لا أرى صورته. نعم. لكن أستشعر كلامه. الله حقيقة إن شاء الله. لا أرى أستشعر كلام هذا الرجل. هو يتكلم بإحساس، يتكلم بنبض، يتكلم بدم، يتكلم بمشاعر وأحاسيس ومعنويات، لذلك دائما تجمع عينيك معه على طول حقيقة، لأن أنا بالفعل لا أرى، والله لا أرى إلا في نهاية الحلقة مع بداية الحلقة وفي نهاية الحلقة، وأرى كلامه مجسد أمامي هكذا. وأنا دائما دكتور محمد دعم صلى الله عليه وسلم المتابع لك في البرامج، إما كانت مع دكتور عمر عبد الكافي أو الشيخ محمد حسان. نعم بارك أجد الله لها يعني سبحان الله تأثير خاص يعني. نسأل الله القبول والله ما كل من نسأل الله القبول، وإن كان هنالك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى. نعم. وبقدر ستر الله عيوبنا عن أعين الناس، فكلنا عيوب، لكن أنتم كرماء وتسترون العيوب دائما والله يستر من فوق الجميع. بدأتم تصوير برنامج قبل رمضان؟ نعم.
نعم قبل وتم الانتهاء منه قبيل رمضان كمان لانه الشيخ ارتباطاته برمضان كثيرة ونظرا لظروفه وانشغالاته والوقت بالنسبة له ضيق لا يفي بالغرض في كل وقت وحين فتم تسجيل البرنامج مرة واحدة قبل رمضان. نعم اختبار مدار كم يوم يا دكتور محمد؟ نعم اختبار مدار كم يوم تصوير البرنامج؟ نعم البرنامج على مدار 10 أيام تقريبا يعني كل يوم 3 حلقات تقريبا ما شاء الله جزاك الله خير. الدكتور محمد حسام ما شاء الله يعني عنده تفاني عجيب في العمل. نعم بصدق برغم انه كان بالمناسبه كانت تعتريه بعض الوعكات الصحيه لكنه كان يؤثر ان ياتي الى استوديو برغم ما كان يعتريه ما يعتريه وبرغم الفتره وظروفها وملابساتها التي نهيها جميعا يعني نعم. الا انه بالفعل ابلى بلاء حسنا كعادته دائما. وبعد انتهاء جوامع الكلم بدا برنامج القضيه وكان اولى حلقاته ايضا مع الشيخ محمد حسام. بالضبط نعم, نعم. فقضيه الدعوه والدعيه نعم نعم وهي فكرة البرنامج حقيقة فكرة يعني فكرة استراتيجية إلى حد ما لأنه هو برنامج بطبيعته برنامج اجتماعي سياسي ثقافي فكري ديني عقائدي كل شيء يمثل في حياة أي إنسان قضية من القضايا التي تمس المجتمع لكن بشكل أكبر بنشتغل على القضايا الثقافية والفكرية والقضايا الاجتماعية. لماذا؟ لأن القضايا الاجتماعية يحيا بها الإنسان في حياة الاجتماعية إما رفاهية أو إما سلبا والقضايا الفكرية تمس العقل والعقل يشكل وجدان الإنسان وكيانه الثقافي والفكري وحسنه أو سوء اختياره وبالتالي بدأنا مع الدكتور محمد حسان وهذا من حسن الطالع أيضا هو رجل يتفانى خدمة العلم وربنا يكرمه ومع كثير من سدنة العلم حقيقة نعم. الدكتور عبد الله شاكر والدكتور جمال المراكبي والدكتور أيمن خليل والدكتور حسن طبل محمد الزغبي والدكتور ومجموع. محمد الزغبي محمد المهدي أيضا من حلقات المتاع أيضا ما شاء الله الدكتور محمد المهدي شارك معنا أيضا في حلقتين في البرنامج وكان قبلا معنا في مجلس الرحمة وهذا رجل رائع بصراحة صحيح يعني علم نفسه رائع جريء في الطرح وهادئ. متوازن نعم. وهادئ ومتوازن وهادئ ويعرض الكلام على القرآن والسنة إن شاء الله ويختار كلماته بعناية نعم. دقيق في اختيار كلماته دقيق في اختيار الإجابات نعم. فهذا يعجبني ويعجب المشاهدين صحيح. وهو رجل له منزلة حقيقة هو رجل الناس ملت الصوت العالي والعرض صحيح. يعني بعض الناس تطلع معاك على الشاشة تحس انه بيستعرض ما عنده مش بيدري الناس علم يعني جدا شوف يعني. المشكله عندنا ان احنا نقيس البرامج والكلام بكم الكلام الذي يقال فيه قال له ما البلاغه قال البلاغه الايجاز قال مثل ماذا قال مثل هذا نعم كما قلت كده يعني مطابقه الكلام لمقتضى الحال دكتور محمد المهدي هادئ كل من تخرجت معهم حقيقة عندهم هدوء وعندهم صمت طيب لكن هو كمان باعتباره دارس علم نفس وعالم في علم النفس فيجيد كيفية الدخول إلى النفس البشرية يجيد التعامل مع النفوس فيعني إن شاء الله نستثمر وجوده أيضا بشكل أكبر نعم. في بعد العيد إن شاء الله رب العالمين في شيء نأمل ونرجو من الله عز وجل أن يكون له صدى طيب معه أحد الشباب واحد المدرسين بيعلموا بلاغة يعلمونا بلاغة الإيجاز كما تفضل الدكتور أحمد خالد نعم. فقال له ممكن تطبري ده على قصة سيدنا يوسف قال له كان تهوي الأو هذه البلاغة في الموضوع الله يسلم القضية كل يوم تفتح قضية تناقشها مع كبار المتخصصين في كافة التخصصات اختيارك للقضايا كان عامل إزاي بناء على اختيار القضايا كان بناء على الواقع المعاش الان نعم. احنا واقعنا المعاش الان يعني بدانا من سلسله القضيه مع مشكله الدعوه والدعيه ودي كانت مشكله كبيره يمكن على مدار شهر منصرم كانت بدايتها ايضا مساله الخطباء والمساجد مع الدكتور سيد البشبيش ايضا كانت نعم. مشكله وقتيه ايضا معها المشكلة الأزلية الموجودة أو القديمة الحديثة بين أحمد والمسيح وهي بين المسلمين وبين الأخوة المسيحيين فتحنا الملف مع الدكتور جمال المراكبي مشكلة مغالطات الشيعة وبعض التزوير والتدليس والتحريف الذي وقع في كتبهم وما زالوا حتى في فضائيتهم الآن ينالون من الصحابة وينالون من القرآن الكريم والسنة أيضا فتحنا هذا الملف أيضا معهم مشكلة الفتوى وتضارب الفتوى التي تعاني منها مصر والأمة العربية والإسلامية أيضا فتحنا هذا الملف باختصار شديد القضية مشكلة آنية موجودة على الساحة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو فكرية يعني أو اقتصادية حضرتك تشارك الضيف في اختيار الموضوع ولا حضرتك تختار الموضوع بناء عليه تختار الضيف نعم أنا أختار أحدد الموضوع أولا بمحاوره نعم ثم نختار الضيف المناسب لهذه القضية نعم. هل تفضل إعداد البرنامج بنفسك أم يكون لديك فريق إعداد؟ أنا عموما بفضل لا أعد برامجي بنفسي أنا لا أحب الإعداد نعم وهو عمل معترف به وممتاز ووظيفة لكن أنا أفضل أن أعيش في برنامجي نعم. لأن قلت هو البرنامج ابني
وفضل أن أعيش معه في أفراحي وأطراحي في همومي، وأذهب المكتبة وأشتري الكتب وأحصل وأبحث على الإنترنت وأسأل الشيوخ وأسأل العلماء وأسأل الدكاترة بل وأسأل الزملاء أيضا وأكون الداتا حينما تكتمل. بالمناسبة الداتا كاملة للبرنامج كاملا، نعم. هنا أفكر في أن أشرع في تسجيل البرنامج أو عمله. نعم. لا أشرع في أول حلقة ثم أبحث عن ثاني حلقة خالص. على كل برنامج عندي لابد أن يكون مكتملا ما يقرب من 26 حلقة. لماذا؟ لأن دورتين إعلاميتين كاملتين. يعني ثم أشرع في برنامج القضية حينما بدأت وكنت مجهز 30 موضوع مثلا أو 26 موضوع في البداية. عندي من برنامج القضية ما يقرب من الآن 55 قضية. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. طيب تم تناول 33 قضية منهم وباقي ثم نستكمل القضية بإذن الله. بدأت القضية. نعم. عندك استعداد تكملها بعد رمضان ولا تبدأ ببرنامج آخر؟ والله عندي استعداد، يعني كان أيضا من اللفتات الطيبة الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة إن هو يعني زكى البرنامج وقال ممكن نكمله بعد دورة العيد بإذن الله تعالى. نعم. لما له من وشأن وشأن البرامج الرحمة حقيقة. نعم. هو البرنامج اكتسب ثقة له من قناة الرحمة وثقة. نعم. قناة الرحمة ومن المقدمين والله الناس، يعني ربنا يرفع قدرك. الله يرضى عليك. ربنا يعزك. انا لسه كنت بقول للاستاذ محمد السجيني. نعم. واحنا جايين في السيارة جايين من المنصورة بقول له ان الدكتور محمد يملأ مكانه حيث ما كان. ربنا يكرمك. وانا في الحقيقة بقول له احيانا بحس ان هو مظلوم كونه مذيع لانه احيانا يغلب ضيفه. صحيح. لو حصل الكلام ده في السيارة والله بقول له حينما ياتي معك ضيف. نعم. بيطلع دولار. صح. در حقيقة يعني. ربما يعجز المشاهد ويسمعها منه حينما يكون هو محاورا. ربنا يرضى عليك. مظبوط. تمام الدكتور. لان انا بتصور انه اي انسان انا اتعلم طبعا من اساتذتنا يعني. نعم. والله نحبو يعني ونقتفي اثرهم ونحضو حظوهم دائما يعني. ونحن عيال على الاعلاميين يا استاذ. الله يكرمك. ما شاء الله الاساتذه تاج الرؤوس والله. لكن اضع نفسي دائما حيث يكون المشاهد. نعم. بمعنى انا عندي النجم هو الخبر. ليس ضيفي وليس الموضوع الذي أتناوله وليس كثرة الأسئلة أو عدا أو قلة الأسئلة. أنا عند النجم هو الخبر. الخبر هو الذي يهم المشاهد. المشاهد عندي إذن رقم واحد. نعم. وأسأل الأسئلة التي تدور في ذهن المشاهد. أنا أضع نفسي حتى يكون المشاهد. لماذا الضيف عموما يود أن يشتهر؟ حظ النفس لا حرج في هذا. نعم. يود أن يحدث حظوة أن يحدث للنفس منزلة عند المشاهدين، لكن من للمشاهد بالأسئلة التي تدور في ذهنه وفي قلبه؟ فنحن أنا أعتبر أن الإعلام هو سفير المشاهد. نعم. خصوصا إذا لم يكن هناك اتصالات أو لم يكن هناك الضيف متاح للمشاهدين، خصوصا العلماء أو صفوة المفكرين المثقفين أو صفوة الدعاة كما نستضيف هنا، هم ليسوا متاحين للمشاهدين. نعم. بقدر المستطاع. لكن ألا تتبرع دكتور محمد أن تسأل بعض الأسئلة التي ربما تظهر لبعض المشاهدين أنها أسئلة ساذجة أو أسئلة يعني كثير يعني كثير لا يعني لا أسئلة لا تليق بمقامك نظرا. نعم. أنه يعني يستغرب إزاي أنت مش عارفها. وفي الحقيقة أي واحد يعرفك شخصيا. نعم. يعرف تماما تعرف إجابة السؤال، لكنك كما قلت تبدأ أن تسأل السؤال الذي يرد في ذهن المشاهد كثير. نعم. وأنا بالإمارات حدث هذا الموقف عيانا بيانا هكذا. جاءني أحد الصحفيين في برنامج يعني أعقاب برنامج الوعد والحق، وبفضل الله كان وصل مشاهدينه 153 مليون مشاهد. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. حسب استبيانات الاستطلاعات. نعم. الرأي. فجالي أحد من أحد الصحف الإماراتية يعمل معي ريبورتاج صحفي أنا والدكتور عمر عبد الكافي. إن شاء الله. فهو يقول الصحفي قبل الريبورتاج، وكان بقى ناس كتير بيجوا يشوفوا الدكتور ويشوفوا الأسئلة وإلى آخره يعني بالتلفزيون. فقال لي قبل الريبورتاج يا أخي أنا مندهش. ساعات أنت بتسأل الدكتور أسئلة ساذجة. والله وانا بقول في نفسي معقول محمد خالد مش عارف السؤال؟ نعم. وإلا فجأة ناس الأمن يجيبوا ناس جايين من السعودية بيشتغلوك وجايبين زيارة وعايزين يقابلونا، فقلتهم طب ممكن نقابلهم وينصرفوا ونقعد نسمع بعض. قال اتفضل. دخل الرجل قال لي والله يا أستاذ جزاك الله خير، أنت سألت الدكتور مرة مجموعة أسئلة وكتبهم في ورقة كذا 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 كذا، والأسئلة دي كانت بتدور في ذهني أنا والزوجة. ولاقي أخونا الحاج يضحك الصحفي قال لي دي الأسئلة الساذجة اللي أنا بقول عليها. أيوه. هي ساذجة ثقافات الناس مختلفة. نعم. جدا. نعم. وبالتالي العالم هو الشيخ الشعراوي عليه صحيح أبو الرحمة لما حقق هذه المنزلة. نعم. كبيرة لأنه كان يتكلم كل مستويات اللغة. أنا كلغوي يتكلم جميع مستويات الفصحى العامية واللغة الفصيحة واللغة الثالثة كما سميت الفقه الحكيم عامية المثقفين. فكان يخاطب جميع العقول اللي موجودة. صح ولا خطأ؟ وهكذا العلماء يخاطب جميع العقول في المشاهدين كذلك. نعم. فيهم العالم وفيهم الأعلى وفيهم 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 ثقافات مختلفة. صحيح. وأنا أضع نفسي حيث يكون يا أخي هو حديث عهد بالإسلام. صح ولا أسأل السؤال هذا؟ صحيح. هو حديث عهد بثقافة الإسلام. نعم. هو لا يلم بالثقافة الإسلامية لأنه مثلا ملم بالبزنس أو بالتجارة أو إلى آخره غير متفرغ ليه. أنا أسأل هذا
هذا السؤال له، والدكتور عمر كان متفاهم هذا السياق. نعم. بالفعل لما نحقق المسؤولية، أنت لما المشاهد يحبك حينما تعزف على وتره، نعم، حينما تشاركه مشكلته، صح ولا صحيح؟ خطأ. أما أن تكون في برج عزي فلن يشاهدك. نعم. أنا بالأخير فاهم أستاذ عمر، أستاذنا الكريم محمد السجيني، نعم، فاهم المؤسسة الإعلامية، نحن مؤسسة خدمية تقوم على تلبية خدمات الجمهور وتلبية حاجات الجمهور ما بين التثقيف والإخبار والترفيه. أنا لست مؤسسة سيادية، وبالتالي دوري خدمي، والخدمة التي أقدمها لابد أن يكون لها صدى في هذا السوق الثقافي والفكري. نعم. جزاكم الله خيرا. على ذكر اللغة العربية، كما قال أستاذنا الكبير الدكتور محمد خالد، ربنا يكرمه، محمد السجيني في بداياته في قناة الرحمة كان لا يتكلم إلا بالفصحى. نعم، ظهر هو شعر لا يشرق له غبار مصاب عليه، لكن حتى كنا نتكلم في السياره احنا جايين، ان البعض كان يلوم عليه ان هو يتكلم من يعني، وكانه حضرتك فضلت من برج عالي، وان اللغه العربيه الفصحى دي ربما تكون ثقيله على الناس. تمام. فقلت له طب ما الناس بتسمع نشرات الاخبار عادي يعني وبتفهم، وتسمع القران عادي وبتفهم، لماذا الناس يلومون علينا دائما التحدث باللغه العربيه الفصحى وكان هذا صار هو العجيب؟ هو انا هاخد الخيط من اخي الدكتور محمد خالد، وقد ابدع، ربنا يكرمك الله يرضى عليك، ودايما اقول يعني زادك الله قبولا، ربنا يرفع قدرك، زادك الله ادبا، ما شاء الله، واياكم باذن الله، الحمد لله يعني. رب وعافاك الله يكرمك. اخي الحبيب عمر، اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ربنا بيقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، نعم، وهي لغة العرب أيضا. وأنا قلت لك إن أنا سأخذ الخيط من أخي الدكتور محمد اللي نوه إلى مستويات اللغة. فاللغة فعلا علماؤنا ذكروا إنه اللغة مستويات، يعني في اللغة العربية الفصحى اللي بيسموها متقعرة، لا، وهناك فصحى أيضا ولكنها متوسطة إلى حد ما، وهناك في العامية قسمت إلى عدة أقسام، منها عامية المثقفين وعامية العامة. عامية المثقفين وعامية العامة. عامية المثقفين وعامية العامة. عامية العامة هي عامية الشارع، يعني هي عامية أخي الذي يعمل في ورشة، وأخي الذي يعمل في محل، وأخي الذي يعمل ميكانيكي، وأخي الذي يعمل سائق، وأخي الفلاح، وأخي المزارع، وأخي التاجر، وهكذا. أما عامية المثقفين فهي العامية اللي يمكن أن يستخدمها الإنسان المثقف الذي يستطيع أن يتحدث اللغة العربية الفصحى. جميل، رائع. هذه هي عامية المثقفين. نعم. إذن لو أنا تحدثت مع المشاهد بهذه اللغة التي بدأت بها في قناة الرحمة، ففعلا يعني البعض تصور أن محمد السجيني ده يتحدث إلينا من برج عاجي، لأنني لم أدخل في السنوات الأولى كلمة واحدة عامية وأنا أتحدث، وهي من حاجة أنا كنت أعمل في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون زي ما قلت لحضرتك في الحلقة بتاعتك في العراق لمدة 13 سنة أو 14 سنة، ويمكن الدكتور محمد عامل في الخليج ويعلم أنه إحنا كإعلاميين في الخليج لا نتحدث بالعامية، نعم، لدرجة يعني في العراق كانوا بيقولوا المذيع ده ايه، فلسطيني يا ترى، مصري يا ترى، لبناني، سوري، ما كانوش عارفين انا لماذا انا صحيح اتحدث العربية، لكن اللكنة تظهر في وهذا علم ايضا بجانب يعني الوجنتين الحمراوتين، الحمد لله رب العالمين، والشارب الشارب بدي عراقي، والشارب لا انا اخذت الشارب من العراق يعني العراقيين، لانه احنا يعني من الحكمة ايضا انه الانسان يعني يتلائم ويتواءم مع الناس الذين يعني يختلط بهم. انت بتتكلم في موضوع رائع جدا، هو موضوع اللغة العربية. درسنا احنا في كلية الاعلام انه لغة الاعلام لابد ان تكون لغة متوسطة تصل الى قلوب المشاهدين، بمعنى انه لابد ان يفهمها كل الناس، لا تقعر في اللغة. يعني كان رحمه الله الأمير الشعراء أحمد شوقي كان عنده مبدأ يقول لك أنا سأتحدث الفصحى حتى وإن لم يفهمني أحد،
هذا كان مبدأ هو لم يصرح به. نعم. لكن هو كان في والعقاد قالوا ولماذا لا تفهم ما يكتب أصلا. يا سلام. قالوا لماذا لا تكتب ما يفهم. قالوا ولماذا لا تفهم ما أكتب. ده جميل جدا. ده موجود يعني هذا الكلام. فإذا البعض لم يتنازل. محمود سامي البارودي رحمه الله لم يتنازل عن الفصحى. شعر السيف والقلم. لم يتنازل عن الفصحى. رحمه الله الدكتور حافظ إبراهيم لم يتنازل عن الفصحى. وكثير من المدرسة الكلاسيكية. وإذا نتكلمنا في واقعنا المعاصر. دعاتنا ومشايخنا الذين لهم باع طويل في الدعوة إلى الله عز وجل وخد لهم من شرف الأفاق. والناس كلها يعني من الناس العوام إلى الخواص إلى غير ذلك. يحبونهم كل هذا الحب. يتكلمون باللغة العربية الفصحى. بس هو أنا بس عندي ملاحظة واحدة وأنا طبقتها في حياتي الحمد لله كإعلامي وهذا ليس عيبا يعني لا. أن يتغير الإنسان وأن يتطور لا. الإنسان ليس عيبا فيه يعني في البداية والله يا أستاذ عمر دكتور محمد في البداية كان العلماء مبهورين بي جدا يعني أول ما جيت هنا وما زالوا بإذن الله لا الله يكرمك لماذا لأن فعلا وجدوا أنه هذا المذيع أو هذا الإعلامي فعلا يعني لا يتحدث أبدا كلمة عامية خلال الحلقة وكانوا يقولون لي هذا أعتقد أن هذا الإعجاب قل إلى حد ما حينما يعني تنازلت قليلا عن اللغة وبدأت أتحدث بلغة إعلامية وخلينا هنا يعني نقول كلمة يعني انه وخلال حديث الدكتور محمد خالد الحقيقه ما شاء الله على ثقافتك وحسن بيانك اسال الله ان يهبك الحكمه واياكم باذن الله وان يهبك من امريكا رشدا يا رب العالمين واياك يا استاذ عمر فالدكتور محمد يعني عرج على شيء مهم جدا ان احنا كاعلاميين في خدمه المشاهد حتى لما كان الدكتور محمد بيتكلم عن الاسئله الساذجه انا كمذيع حضرتك كمذيع الدكتور محمد كمذيع احنا لا نتحدث بنفسنا يعني صحيح. انا لست متحدث رسمي باسمي كما تفضل نحن سفراء للمشاهدين لست متحدثا رسميا باسمي وبرضو ولا باسم القناة وانما انا متحدث رسمي باسم هذا المشاهد الذي يشاهده نعم صحيح انا المتحدث الرسمي باسمه هي تتم مسألة اللغة هذه بعدين استاذنا فضل حبيب صفي الدين الحلي كتب قصيدة لأحد الأمراء فانتشى لها فلما وجد أحد الشعراء الجلوس سبحان الله يعني الحسد والحقد لا يترك الناس أبدا فالأمير كان يجزي العطاء لصفي الدين الحلي فهو أراد أن يقطع هذا العطاء قال يا أصلح الله أمر الأمير قصيدة طيبة لكن كل كلماتها معروفة كل كلماتها معروفة فالملك مدش صفي الدين الحلي العطية الجار اللي كان يدهول فصفي الدين الحلي كتب له في ساعتها إنما الحيزبون والدردبيس والطخى والنقاخ والعطلبيس والجراجيح والشقحب والشقب والطرفصان والعصطبوس والسبنتا والحقص والهيق والطرقصان والعصطبوس لغة تنشر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس أين قولي هذا خصيب مهيب ومقالي عقنقل قد موس لم نجد شاديا يغني قفا نبكي على العود إذ تدار الكؤوس لا ولا من أقيم بني أمي إذا ما أدرت الخندريس أتراني إن قلت للحب يا علق درى أنه العزيز النفيس أو قلت للقيام جلوس علم الناس ما يكون الجلوس درست تلكم اللغات وأمسى مذهب الناس ما يقول الرئيس إن خير الألفاظ ما طرب السامع له وطاب فيه الجليس إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس إن شاء الله سلام. لذيذ الألفاظ وإلا اللغة اللغة العربية المتقعرة نعم. لما تضرب في كتب الأدب مثلا نعم. أحدهم يمر يجد ورجل يعلم الناس اللغة العربية فاخترق الصفوف وارتجل لتوي لنرى كيفية تحضر اللغة العربية من مستوى إلى مستوى نحن الآن يا سيدي نتكلم المستوى الفصحى مستوى القواعد مستوى السلامة النطقية فقط سلامة. أما اللغة العربية بكلماتها إليك هذه الأبيات إذا كنت تتكلم عربية فصحى قال اخترق صفوف وقال للرجل ارتجالا يا أفضل الأدباء قولا لا تعارضه الشكوك وابن الجحاجحة الذين نمت مساعيهم ملوك لا العلم نابن عن حجاك إذا نطقت ولا تروك عرضت مسائل أنت للفتوى بمشكلها دروك
ما الحي والحيوت أو ما جلبح النض غضوك، أما الصرنقح والرزيز وما الملمعة النهوك، ولك الدراية ما البصيرة في مداحيها السهوك، وقبل لنا ما خط مط أبدا بأمرغه معيك، أما اغتنان تفوهد فيه الملامة لا تحيك، أما توقل هبرج يرطب مرسنه سدوك، ولرب ألفاظ أتتك وفي مطويها قالوك، فارفق بنشر قطيها وانظر بذوقك ما تلوك، هذا وقد لزمت فؤادي خرملي هرط ضحوك، دعك انه نظرنه ففي مطويها سدوك، وأراك ما لك مشبه فيما علمت ولا شريك، حقا لقد حزت العلوم هي ذات العدم الضريق. انجليزي يا مشتاق. فلما يجي استنى يرقق اللغه عشان تكون مفهم، لغه مفهمه واضحه تحمل المعاني. يا اخي القران الكريم يعني سبحان الله بيان. نعم صح ولا خطا؟ تمام وكلمات نظم عجيب مفهوم جدا لدى كل الناس. سمعت ممكن صوت صفير البلبلي على تلفزيون الشارقه وكانت رائعه. صوت صفير البلبلي تحضروك الان؟ نعم نعم. طيب اسمعنا اياها. صوت صفير البلبلي هيج قلب الثاملي، الناس والزهر معا من غنج لحظ المقلي، وأنت حقا سيدي وسؤددي ومولالي، فكم فكم تيمني غزير عقيقلي، قد طفت من وجنته بالوهم ورد الخجلي، وقلت بس بس بسني فلم يجد بالقبلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، وطاب لي نوح الحمام قوقوق بالزجللي، فقلت وسوس وصص فجاء صوت من علي، والخود ما لطربا من فعل هذا الرجل، فولولت ولولة ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللول للي، لما رأت أشمطا يريد غير القبل وبعدها ما يكتفي إلا بطيب الوصلي، قالت لو حين كذا إنهض وجد بالنقليل، وفتية سقونني قهيوة كالعتلي، شممتها بأنفلي أزكى من القرنفل في بستان قد حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طب 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 لي، طبا 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 طبا، والرقص قد طاب إلي، والماء شق 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 لي، والسقف شق 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 لي، شوا شوا شاهوا وشوا على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح في ملل من مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشة العرنجيل، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكعي خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هريبا من خشية في عقلي إلى اللقاء ملك معظم ومجالي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمدملي، وزر فيها ماشيا مبغددا للديليلي، أنا الأديب الألماع من أرض حي الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. طيب كلمة كثة في حفظها. طيب أستاذ عمر يعني تصور أنه اللغة الإعلام تكون بهذا الشكل الذي عرضه الدكتور، أكيد المشاهد يعني يترك، ما طبعا احنا لا ننادي بهذه الصورة يعني. لكن أنا برضو عندي ملاحظة، هي أنه لغة ونحن درسنا هذا في الإعلام، لغة الشاشة تختلف عن لغة الإذاعة، وأنا مذيع إذاعة أساسا، تختلف عن لغة الإذاعة، تختلف عن اللغة المكتوبة أيضا، ما أتحدث به لمشاهد في الإعلام غير المباشر اللي هو ده اسمه إعلام غير مباشر، أو كانوا بيسموه mass communication، يعني وسائل الإعلام غير مباشرة، غير اللي هو direct communication أو الاتصال المباشر، وإحنا مثلا قاعدين مع ناس وبنتحدث معهم، أستاذ مثلا في محاضرة في الجامعة لازم أسلوبه يختلف عن أسلوبه لما يجي هنا ويقعد أمام الشاشة، الداعي على المنبر كذلك، الداعي على المنبر أسلوب الخطابي. فأنا يعني أنتهز هذه الفرصة وأنا أشكرك جدا أنك أنت يعني تحدثت في موضوع اللغة العربية بالذات، وهذا شيء يعني يمسنا جميعا كإعلاميين، أنه يعني أنا أهيب وخاصة بأبنائي وإخواني من الدعاء، أنه أسلوب الدعوة على الشاشة يختلف عن أسلوب الدعوة في الدرس، يختلف عن أسلوب الدعوة على المنبر، يعني بمعنى أن احنا لا نحول الشاشات إلى منابر كان لنا حلقة مع دكتور محمد خالد، لا نحول الشاشات إلى منابر، وأيضا لا نعتبر المحاضرة برنامج، لأن احنا الآن في برنامج، احنا الآن في برنامج حواري بنتحدث بأسلوب معين وبطريقة معينة كإعلاميين درسين للإعلام ولنا خبرة بالإعلام الحمد لله، وأسلوب حواري إن شاء الله يكون مقبولا لدى المشاهد. أيضا احنا كنا وأنا في حلقة الدكتور محمد تحدثت عن حاجة اللي هي مظهر الداعية
وهذا أنا أدخله في اللغة العربية لأني بتحدث عن منظومة متكاملة تخص الداعية. شوف يعني بعض الدعاة لما بيطلعوا على الشاشة بأناقتهم وبهندامهم وبمظهرهم الجميل يكون مقبولا جدا من المشاهد وليس كلامه فقط. يعني الداعية قد يكون عالما وقد يكون متحدثا فصيحا مفوها لغته قرآنه حديثه كل شيء مكتمل، لكنه ليس مقبولا لدى المشاهد أو لا يهتم بمظهره، لا يهتم بشكله العام، لا يهتم ب وعدم الاهتمام مما جعل الإعلام الآخر يصوغ شكل الداعية. الله يكرمك، بس هي دي اللي أنا وبرضو ذكرتها في حلقتي مع الدكتور محمد. المهم أستاذ عمر إنه الإعلامي لابد أن يكون حريصا جدا على لغته، وهذا الحمد لله يمكن ما يميزنا عن غيرنا من الإعلاميين الذين ينزلون بلغة الإعلام نزولا إلى العمق، إلى القاع، واخبر حضرتك نزول إلى القاع، لأن هو بيصل إلى عامية العامة. وأنا في الإعلام معلم، أنا لابد في الإعلام أن أكون معلما أولا وأخيرا، أنا قدوة لغيري، فلابد أن أكون قدوة في لغتي، قدوة في مظهري، قدوة في اندامي، قدوة في كل شيء. معلش أنا بس هختم بكلمتين. أنا من حسن حظي أني كتبت تتر إن عاملون، شرف البرنامج لك يا سيدي، للدكتور محمد وفضلت الدكتور حسان. ومن حسن حظي أيضا أن كلمات جوامع الكلم لبرضو بتاع الشيخ محمد حسان والدكتور محمد أيضا. وبس أنا عايز أكمل الكلمات التي لم تذع في التتر، فهو حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم، رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، بليغ قول سيدنا يسير الحفظ والفهم، يعلمنا ويرشدنا إلى الإحسان والقيم، وإن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم، حلال بين دوما ونحمي كل ذي حرم، وحب المرء إخوته يربي قوة العزم، وقول الحق غايتنا وهذه حجة القوم، وقول الحق غايتنا وهذه حجة القوم، وشرع الله يحفظنا من الأخطاء والهدم، وسنتنا لنا عون وترضي كل محتكم. الله. كم تأخذ منك وقتا كتبت أبيات؟ والله يا أستاذ عمر، إذا في البداية بتأخذ من القناة فكرة البرنامج تسوق هذه الأبيات. نعم. هو طبعا يعني الدكتور محمد متخصص أيضا في اللغة، حضرتك وتعلمون هذا، إنه هناك ما يسمى بالتجربة الشعرية أو التجربة الشعورية. والتجربة الشعورية دي مهمة جدا، لابد أن يعيشها الإنسان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى حكمة البيان أو الشعر. فأنا أعيش التجربة الشعرية أو التجربة الشعورية، يعني مثلا تحدثت عن غزة، تحدثت عن فلسطين، عن القدس، عن العراق، عن الجزائر، عن لبنان، عن أصدقائي أيضا أحب أن أكتب فيهم دائما، وهذه تجربة شعورية. والتجربة الشعورية في تعريفها الخبرة النفسية والأحاسيس الشعورية التي يحس بها الشاعر حينما يتعرض لموقف ما أو يقع تحت مؤثر معين، فينفعل به ويندمج فيه بإحساسه ووجدانه، ويعبر عنه بالصورة التعبيرية المناسبة من ألفاظ وعبارات وصور أفيلة وموسيقى. فهذه التجربة الشعورية لابد أن أعيشها أولا، ثم أكتب هذه التجربة حتى تتميز بحاجة بيسموها في البلاغة والأدب الصدق الشعوري والوجداني، اللي هو يخلي حضرتك ويخلي الدكتور محمد يقول الله لما يسمع هذه الكلمة. جزاكم الله خيرا دكتور محمد. دكتور محمد، عمرك الإعلامي تقريبا كم سنة؟ 20 عاما. لابد أنك مررت بها بمواقف طريفة كثيرة، لو ختمت لنا في آخر حلقة بموقف طريف تذكره
عبر هذه الأعوام البديدة. مواقف الطريفة كتير. طب نسأل الأستاذ الشيخ. لا لا حضرتك اتفضل. هقول لك البنطلون على طول. اتفضل يا حبيبي. موقف معي أنا شخصيا يعني حدث موقف معي وأنا في القناة الثقافية. كنت أقول لأحد الزملاء إنه كنا بغطي إسلام مؤتمر الإسلام ومتغيرات العصر. فجيء بمذيع جديد. فقلت المذيع الجديد هياخد مكاني، فقلت الأخ المسؤول البرنامج على الهواء. فهو لسه جديد، خليه لما يتدرب يثقل التجربة ثم يمارس يعني. قال يعني كما نقول دائما هو بقى معه حد يدعمه بشكل قوي جدا ويريد أن يخرج على الهواء. فقلت له لا بأس. مسك الميكروفون الحبيب وقال مشاهدين الكرام ونحن على هامش مؤتمر كمل يا عم. الضيف اللي قدامه قال له الإسلام ومتغيرات العصر. قال نعم الإسلام ومتغيرات العصر. سعدنا أن نستضيف الدكتور فالدكتور كالتاني ده هوا مباشر على الهوا. يا سلام الدكتور مسك الميكروفون وقال أنا الدكتور فلان وفلاني بجامعة كذا في الواقع مشاهدين هذا المؤتمر بس جدا محاور رئيسية كذا كذا هو ده الصح. خد يا ابني بقى ذاكر قبل ما تطلع على الهوا. هو ده الصح. فأنا بحكي لهم القصة في الاستوديو. فين بقى؟ فالمذيع اللي معايا زميل قال لا ده مذيع كان المفروض يكون مركز والمذيع لابد ان يكون مركز. قلت له الهوا له عثرات. فقال لا مش مهم. فكنا في فاصل فالمخرجه قالت خلاص هنرجع. فرجعنا قلت له عندك اتفضل قدم بقى مش عارف اسمه عشان ما يحركش. اتفضل قدم. المشاهدين عدنا اليكم بعد الفاصل في برنامج ده زهايمر بقى اول برنامج يا محمد. قلت له برنامج الاجندة. قال له راحت بالكاتبة الصحفية كاتبة التانية. قلت له لا بقول لك ايه ده عنده زهايمر. مواقف نسي الله يستر. طيب استاذ محمد امتنا بموقف طريف. والله ده انا عندي مواقف طريفة كتير يعني الحقيقة في الإعلام بيمر الإنسان بمواقف طريفة. أنا وأنا في بغداد بسجل مرة مع أستاذ في الجامعة بس كنت بسجل خارجي. ده موقف لن أنساه أستاذ عمر. بسجل معه وهو مش أستاذ في الجامعة بس ده هو أنا رايح له رئيس جامعة. فأنا رايح بقى يعني رئيس جامعة هذا برتبة وزير يعني. أنا رايح أتصور إن رئيس الجامعة هذا هو إنسان لبق وإنسان متحدث ويعني سيجيبني على الأسئلة بكل سلاسة على رأيي يعني كان سكرتير أمير الشعراء رحمه الله كان اسمه أحمد عبد الوهاب فكان بيقول ينثال الشعر على لسانه انثيال السيل على أمير الشعراء. وكان يكتب مثلا كان بيحط إيده كده ورا ظهره ويمشي وكان أمير الشعراء قصيرا إلى حد ما فبيقول يمشي في حديقة القصر فيكتب مثلا 200 بيت أو 300 بيت ويحفظها. حتى الدكتور شوق ضيف وصف أمير الشعراء بأنه خزانة جوهري يخزن الجواهر ويظهر. المهم ما علينا من هذا الأمر. فأنا رايح متهيألي أن هذه هي خزانة الجوهري ومتهيألي أن الكلام سينثال على لساني انثيال السيل وأنا هقعد بس أسأله وخلاص. فالمهم اني رحت وديته وبعدين قبل اللقاء اديته الاسئله وهذا ضمن الاعداد الجيد يعني برضه علشان تحترم يعني الواحد يحترم ضيفه ويستعد ضيفه استعد وده من ضمن الاعلام الراقي يعني. انا ما عملتش معاكم كده والله. لا ما عنديش الكلام ده. لا احنا ما شاء الله احنا زملاء وفاهمين بعض. انا طريب ولي غششني سؤال لا. احنا فاهمين بعض وعارفين يعني احنا فكرنا الحمد لله قريب وواحد ونسأل الله ان يجمعنا على الخير دائما يا رب. فالمهم جه امام الميكروفون وبعدين سألته سؤال فهو جه يجاوب فقال طيب قلت له دكتور قلت له سمعت فقال لي لا خلاص معلش انا اول مرة اسجل وايه خليني شويه اخد راحتي شويه. قلت له انا ما اديك راحتي خالص. اتفضل حضرتك انا بس ايه هسالك السؤال وانت تجاوب براحتك وخد وقتك وايه يعني دايما برضو الاعلام الناجح اللي يدي اطمئنان للضيف بتاعه. نعم
يعني خاصة إذا كان ليس متمرسا على الجلوس أمام الكاميرا أو الميكروفون أو كده. فالمهم قلت له خد راحتك يا دكتور. فقلت له أعدت عليه السؤال مرة أخرى وبدأنا نعيد مرة أخرى. فسألته فقال لي طيب وبعدين قلت والله العظيم يعني والله خجلت له، رجل كبير ورئيس جامعة وخجلت له جدا جدا جدا. وبعدين تعرف الآخر ينتهي الأمر بإيه؟ يقول لي أستاذ محمد معلش بلاش تسجيل، مش هقدر واخد بالك، مش هقدر خالص. موقف آخر موقف وكان في عيد، احنا كنا هنا بيتين والإعلامي طبعا جندي، يعني الإعلامي يقضي العيد في القناة، يقضي العيد في الإذاعة أمام الشاشة أمام الميكروفون، حتى لو ما فيش بدلات في الجريدة حتى لو ما فيش بدلات هيورحنا أنا عارف عمر هيورحنا دعوة وخديمها باسم واسماء زملائي الأفاضل الأستاذ محمود حسان بخصوص بدلات العيد. يعني طبعا إن شاء الله بإذن الله يكفينا شرفا يعني الظهور على هذه القناة المباركة للناس. والله من قلبي، والله يعلم الله. أنا هقول لك كلمة هقول لك كلمتين وكفايه. الرحمه حب وقبول، والرحمه علم مقبول، يسعدنا الشيخ بطلعته، يفتي ويربي ويقول، ويفسر قرانا يهدي للجنه، والهم يزول، جبريل يسائل سيدنا، ويجيب حبيب ورسول. فاحنا كنا هنا وبيتين اخر حاجه، وكنا بيتين ليل يعني الوقفه، كان عندي برنامج هوا وبعدين تاني يوم عندي برنامج، فانا قلت مش هروح بقى وارجع تاني، فبيت في القناه. فروحنا نصلي في الحصري وكنا حتى غطينا صلاه العيد. وبعدين انا ما عنديش اكل في القناه، عايز اكل وجوعت جدا، يعني ما اكلتش من امبارح وجعت جدا عايز اكل. فقعدت لفيت الحصري وستة اكتوبر كلها علشان اشوف مطعم مفتوح، ما لقيتش مطعم مفتوح خالص. طيب وبعدين اعمل ايه؟ رجعت انا يعلم الله ان يوميها قضيت اليوم كله بلا طعام الى ان جاءني اخي حسن حسان بالبشريات. بس انت غلطان. لا ما اتصلتش انا طبعا. لا لا الشيخ محمود ساكن في الحي الثاني، كنت قلت له. هو كريم ما شاء الله عليه. طبعا 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 هم اهل الكرم. انا اود ان اسال سؤال بقى. زائر الرحمه. نعم. ما فكرته وكيف سارت الامور في البلد؟ الله يبارك. الله الله جميل جميل. مش بس هو اللي يعمل علينا وزيع. نمارس السلطه الى حد ما. طبعا. لانه كان برنامج حقيقه من اروع البرامج. ان شاء الله ان شاء الله. يعني لمسه طيبه طيبه، حبذا لو كلمتني عنه. ترسو السفينه الان على برنامج زائر الرحمه. بالضبط. زائر الرحمه برنامج اجتماعي خرجنا به من اطار استديوهاتنا بالقاهره الى بيوتات الناس لنشاركهم افراحهم واحزانهم، لندخل السعاده على قلوبهم ولنرسم البسمه على شفاههم. موقف طريف حصل لي برنامج زي الرحمة. حاجة كبيرة عندنا في البلد في بلدي قالت لي أنا عندي مشكلة كبيرة في موضوع بيتي بتساقط عليا، وأنت باعتبارك حد من عندنا فيعني أنت أقدر واحد تساعدني، فأطلع معك في حلقة يعني. قلت لها طب هطلع معك في حلقة بشرط إن إحنا ما نعرفش بعض. تمام. الأستاذ الكبار بيبقى لهم أحيانا قفشات كده. ويا أستاذ عمر وإزاي يا أبوك؟ أنت بتتكلم في يدنا طبعا، أنا ما أرضاش أكسفك قدام زمايلك. جميل. فطلعنا الحلقة فبص حاجه بتتكلم عن البيت والصغر، قالت لي صحيح كنت قلت لامك تجيب لعبه جديده جابتها ولا لا؟ يا حاجه وقفت التصوير، لقيت التصوير تاني الا صحيح الحاجه جابت العبايه ولا في الحلقه الاخيره ايضا في سائل الرحمه اثرت ان يكون مسابقات ثقافيه عشان العيد ونوزع جوائز على الناس، فقلت حتى للاستاذ محمد قبل الحلقه بسال واحد بقول له اين تقع مدينه خورفكان؟ هل تقع في الامارات ام في البحرين ام في السعوديه؟ قال لي عيب في السعودية. قلت له حضرتك عارفها ولا جت معاك كده؟ حقيقي بجد عارفها؟ قال لي أنا زرتها يا فندم. قلت له زرت خرفكان في السعودية؟ قال لي أه والله زرتها. وقعد يحكي بقى معلومات على خرفكان. يا فندم دي إجابة أكيدة، بقول لك زرتها يا ابني إيه؟ وتقع خرفكان مؤخرا في الإمارات. رغم ان انا عشت في خرفكان 8 سنوات، انا من كتر ما هو مصمم على الاجابه شكيت في اللحظه دي. انت كنت خرفكان ولا هو؟ انا كنت في خرفكان. ما انت كنت في السعوديه. الله المستعان. حقيقه جواركم لا يمل. بس استاذ عمر
ويسمحوا لي الإخوة بثانية واحدة كلمات أهديها حبذا لو ختمنا بالشعر بقى مع الأستاذ. والله كلمات أهديها لحضراتكم وأهديها لإخواني وأخواتي ويعني وأخواتي في مصر وفي العالم العربي والإسلامي عن قناتنا الحبيبة، إنها ستظل باقية إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونختم بها إن شاء الله، تسمحوا لي أبشر أخ الإسلامي إني باقية، إني بعون الله دوما عالية، ما دمت في مصر الحبيبة هامتي مرفوعة والنفس فيها راضية، أبناء مصر أحبتي خير لهم أن يفرحوا إني لربي داعية. إن شاء الله. سميت نفسي رحمة كي ترحموا كل الخلائق والقلوب الحانية. شكرا لكم أبناء مصر لحبكم، بل إنني في حبكم متفانية. شكرا لكل الخيرين بأرضنا يا مصر يا أرض النعيم الغالية. جزاكم الله خيرا، نورتونا وشرفتونا. نختم الحلقة ببرقيات تهنئة بالعيد سريعة للدكتور محمد ثلاث برقيات تهنئة تهديها لمن شئت بخصوص العيد. الأولى أهديها لأبي وأمي. أقول بارك الله فيكما من أب ومن أم، وجعل من الورد الصالح الذي يدعو لكما أنا الليل وأنا النهار. والثانية لزوجي وعيالي، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال والطاعات، وأعذرونا على أن أخذنا منكم في الفترة المنصرمة في شهر رمضان، هكذا حال الإعلامي ومن يزعم أنه صاحب رسالة. البرقية الثالثة أهديها لكل الأمة الإسلامية، أقول لها بإذن الله تعالى أبشري بالخير، الخير آت، الخير آت، الخير آت، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات. شكر الله لك أستاذ محمد، ثلاث برقيات تهنئة تهديها لمن شئت. حاضر يا حبيبي، إن شاء الله سريعا. أنا بس تهنئة لأبنائي وبناتي من الثانوية العامة. نعم. الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى هذا العام، وبقول لهم شعرا أيضا، مش هقول القصيدة كلها وإنما شعرا كلمتين. أنا خير مطري بس نطلنا هنا. بقول لأبناء وبنات أبناء الثانوية العامة وأبناء الكليات والجامعات، وأسأل الله لهم التوفيق. أنا بحب الشباب جدا. نعم. أحيي كل إخواني وأترابي وخلاني، حباكم ربكم خيرا وأرضاكم بإحساني، نجاح أسعد الدنيا وأعلى قدر أوطاني. إن شاء الله. والبرقية الثانية إلى والدي رحمهما الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. وقد كان أبي يعني كان برا بي وكنت برا به، وقد يعني من حسن حظي أنه توفي على صدري، وبعد أن يعني سقيته شربة ماء ودعا لي في اللحظات الأخيرة، وأيضا دعت لي أمي في اللحظات الأخيرة، فبقول لهم هذه البرقية رحمهما الله رحمة واسعة ورحمة والدينا جميعا. قرآن ربي لكل الناس عنوانه، هذا الكتاب له في القلب أركانه. وهقول للأم منزلة في الشرع نحفظها، للوالدين بكل الحب إحسانه، أمي وروحي أم كل أحبتي، ما عاش في الكون لا يرضيك إنسان. هانت دموعك يا أمي، هانت دموعك يا أمي على قلب يقسو عليك، فلا كنا ولا كانوا قد أبعدوك، وأنت الأصل يا أمي، أنت الرحيمة فيك الحب يزدان. هذا أبوك أخي في الله لا تنكر، لولا أبوك لما حياك إخوان. هل نرتضي دمعا من عين والدنا، أم هان والدنا فالكل قد هان. دموع الرحمة إن شاء الله يا أستاذ. الصلاة والسلام. البرقية الأخيرة سريعة جدا، حوار بسيط مش هقوله كله، بين أم من غزة. نعم. وابنها طفلها الصغير، فالطفل بيقول لها أمي أمي أين عدوي؟ قالت له انظر ولدي هذا عدوك، من دمرنا هذا عدوك، من شردنا هذا عدوك، من قتل الأطفال عدوك، من حرق الأكباد عدوك، من أسر الغلمان عدوك، من سلب الأوطان عدوك، قتلوا فلذة أكبادي، أخذوا مني أولادي، سرقوا أرضي وكياني، حرقوا بيتي وفؤادي، أين مدارس أبنائي؟ أين عشيرة أجدادي؟
أين سعيد وسليم؟ أين كفاح وهنادي؟ الله عليك، جزاك الله خيرا، شكرا الله لك. في الحقيقة انفعتونا جدا بهذه الحلقة. الله الرحمن شكرا الله لكم، وصلى الله يرحم والديك رحمة واسعة، إنه ولي ذلك القدر عليه. مشاهدينا الكرام، افرحوا بالعيد، لا تجعلوا مآسي الحياة التي نعيشها الآن سواء في مصر أو في غيرها من البلدان تكدر عليكم فرحة العيد. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات أخرى، لكم تحياتي. ولا أنسى في هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي العزيزين الإعلامي الدكتور محمد خالد، جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما معنا في حلقات عديدة بإذن الله على شاشة الرحمة. وايضا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاعلامي الحبيب الاستاذ محمد بكريني، جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل هذا في ميزان حسناتك يا رب العالمين. مشاهدينا، من هنا الى لقاكم في حلقات اخرى، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة اهلا، فافرحوا يا مؤمنين، يملأ الحب سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا، فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة